السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في شيواتم سليمان من عهد وفا. قلت لكم اللي نطلع من المغرب البلاطو الاول اللي غنعمل لكم غنعمل مروزيه، حيت كلشي طلبالي. ودابا ان شاء الله غنعمل لكم طريقتي، وانتم عملوا بالطريقه اللي كتعجبكم. اليوتيوب تبارك الله عمر الناس ما شاء الله، كلشي كيعرف المروزيه، كل واحد كيزوقها ويزينها كما بغى هو. والحق كتبقى المروزيه اللي قمايه هذيك، كلشي هو هذاك. نتمنى يا ربي تعجبكم الوصفه ديالي وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وبسم الله غنفهمكم في المروزيه كيفاش ماشي العاف، ماشي زعما غنفهمكم شي حاجه، غير غادي نعطيكم النصيحات كيفاش كتكون المروزيه. الناس كلشي كيعرف، ولكن انا نعطيكم كيف كنعملها انا. بسم الله نمشيو للمقادير. انا عندي هنايا واحد جوج كيلو ديال اللحم، راه هي ماشي ديال الغلمي ديال البقري، كنعمل ديال الغلمي وكنعمل ديال البقري. انا شريت اللحم ديال البقري، غنعمل ديال البقري. ها هي فين هي؟ شوفوا هاد اللحيمه غزاله وفتيتي، كيعطيها لنا الجزار غزاله، وتكون فيها العظيمه باش كتجي بنينه بزاف. هايدا ها هي تكون فيها العظيمه باش كتجي مزيونه، وجربوها راه كتجي غزاله. ونتمنى تعجبكم يا ربي. ودابا غادي نمشيو المقادير ديالها. عندي هنايا كاس الزيت ديال العنبه معمر، شويه ديال الماء باش نفزق هادشي. عندي هنايا المغرفه ديال الجنجلان محمص ومطحون. عندي هنايا واحد شويه ديال الزعفران، راه شحال هو كيذوب عندي تما، هذاك على حسب. عندي واحد بصيله صغيره ومذاق قهيده، انا غادي نفهمكم كيفاش ان شاء الله ونوريها لكم. عندي هنايا مغرفه السمن، مغرفه الزبده. عندي هنايا راس الحانوت. عندي هنايا مغرفه ديال الابزار. عندي هنايا شويه ديال الجوزه نص المغرفه. عندي هنايا القرفه عاوتا هي مغرفه، مغرفه الشكنجبير بلدي هذه اللي قامه عاد جبتها. عندي هنايا هذا شتي العفو، هذيك الساعه نرجع لكم. الخرقوم بلدي. عندي المليحه على حسب. هذه الثوم. عندي هنايا يبسه الثوم بودره. عندي هاد الاقامه هذه اللي عندي كتشوف هنايا، هادو العشب اللي كنعمل انا دائما، هما هادوك ديال المروزيه عي كتزيدوا عليهم كثر. انا العشب ديالي عدلالي وجبتها دابا طريه، باقا طريه جبتها من تحت المغرفه عاود، حيت ما عنديش اللحم بزاف باش نعمل بزاف. وهاد المقادير هادو في الكفايه في جوج كيلو ديال اللحم. ونتمنى يا ربي تعجبكم. ودابا ان شاء الله غادي نوريكم التوم، عملوها بودره ولا عملوها محكوكه عاديه ما كاين حتى مشكل. غنفهمكم غير على البصله. البصله الا كنتو غتعملوها وغتاكلوها في ديك الساعه واخا تعمل البصله، حيت هي المروزيه ما كيعملولهاش البصله، ولكن الا كنتي غتاكلها في ديك النهار هذاك اعمل لها البصله. الا ما كنتيش غتاكلها في ديك النهار ما تعملهاش البصله. وحاجه اخرى، ملي غادي نعملوا المروزيه ان شاء الله يا ربي، ملي غادي نطيبوها بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، رانا باقي غادي نوريكم الطبقه الثانيه ديال الزبيب واللوز اللي كنزينوا به وداكشي. ولكن الا كنتو غادي تعملوها وتخليوها وتبقاو تجبدوا منها مره شويه في الطبصيل وداكشي، عاد تعملوا لها ديك الزبيب الزبيب والبصله الا بغيتوا تزيدوا شويه، والا بغيتوا هذه كتشحر مره، كتشحر مره حتى ديك الساعه نوريها لكم. ملي نكون كنطيبها نوريها لكم. ديك الساعه اللي غيخبعها ما تضيف لها لا زبيب لا مثلا اللوز لا حتى حاجه، كيخبعوها هيداك وكتبقى تعسل في الطنجره، المرقه ما كتبقاش فيها بزاف، حيت هي المروزيه بصح راه هي كتغطى بالزيت. احنا ما بقيناش كنعملوا الزيوتات بزاف، وكنحاولوا نخرجوا منها هادشي هذا باش نستافدوا وما نضروش الصحه ديالنا بزاف. المهم الا كنتوا غادي تخبعوها، انا كنقولها لكم قليوها مزيان تطيب وتهرى مره، وما يبقاش فيها الماء غير شويه داك الدليدام وداكشي، وتخبعوها فيما تجيو تخرجوا شي شويه. هذا الانسان اللي غيعمل بزاف، فيما تجيو تخرجوا شي شويه غتعملوا شويه ديال الزبيب وشويه ديال اللوز وشويه ديال هادي، وتعملها في البوطه عاود، وتعملها العافيه حانيه وديك الشيء كيدوب معاها، وزيدوها شويه ديال الماء وغادي تجي هي هذيك. بالحق اللي غياكلها في ديك النهار عاد كيضيف لها ديك الشيء كله. تخبيع ما كتخبعش بالزبيب وديك الشيء كله. سمحوا لي على هاد النصيحه الا ما عجبتكمش، بالحق انا كنعطي النصيحه اللي كنعمل انا، وانتم ورايكم. المروزيه ما كتخبعش بالزبيب واللوز والبصله وداك الشيء هذاك عي ما حتى شي، واللي غتاكلوها في ديك النهار عملوا اللي بغيتوا، عملوا كل شيء فيها.
وان شاء الله نسيت ما جبتي العسيله، انا غادي نقربها وبسم الله نمشي من طريقه التحضير، حيت انا غنعملها اليوم ونخليها بيتها في الاقامه ديالها، تنغدا غدا عاد نطيبها ان شاء الله امامكم وتشوفوها. حبيبي بسم الله نكبو هذا الشيء كله هنايا في دقه واحده، الزبيده والسمينه، هذا الشيء كله عملنا الزبده والسمن باش ما تجيش بالكراسه بزاف غير الزيت، كنبدلو زعما شويه بشويه. غنعمل هاد الابزار، هاد الزعفر اللي عندي باقي كيدوب، ها هو العسيله بغيتو تعملوها من مور حتى تكون كطيب عاد عملوها، بغيتو تعملوها دابا عملوها دابا، هادي على حسب عاود اللي كيف ما بغيتو. انا كتعجبني نعملها دابا باش كيف ما كترقد في الليقه ما كترقد حتى في ديك الحلاوه ديالها. ها نتوما كتشوفوا هذا الجنجلان اختياري، اللي بغى يعملو يعملو، اللي ما بغاش ما يعملوش ما يعملوش. هذا الجنجلان كلشي كيعرف الفوائد ديال الجنجلان شنو فيه، واللي بغى يعملو يعملو، اللي ما بغاش ما يعملوش. والحق كتعطيه واحد اللذه غزاله وعاد فيه الفوائد ديالو. ودابا ان شاء الله غنكب هذا الزيت اللي عملت هكذا ونكب شويه بالماء صافي ماشي بزاف، ونخلط هادشي كله مع بعضيتو هنايا فهاد الطنجره باش هنايا غنغطيها وغنخليها ليله حتى الصباح ان شاء الله ملي نوض عاد نزيد المويه والبصيله ديالها. البصله عندي ها هي ولكن ما كنعملهاش دابا، ما كنبيتهاش فيها، كنخليها حتى غدا حتى ان شاء الله يطول ربي في العمر نوضو ليله، ديك الساعه كنشبرها وكنكب عليها وكنحلينا العافيه، لا في البقري ولا في هذاك، لا في البقري ولا في الغالمي العفو العفو. وواحد الحاجه راه حنا مجربينها حتى في الدجاج، حتى في الدجاج جربنا المروزيه وجات غزاله 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 غزاله، عملنا عيد تجربه وجات غزاله وعملتها وعاودتها. الصحابه ديالي والناس اللي كيعرفوني كاملين عملناها هيدا، والله الا وجات غزاله حتى في الدجاج، وسبحان الله العظيم واحد الحاجه غير كتجربها. وديك اللي قامه بنينه هيداك وجات غزاله. ودابا بسم الله دابا انا نتوما كتعرفوني كنقول لكم دائما انا يدي هو يدي، ما كنعرفش نعمل شي حاجه بلا يد. ها هو اللحيمه ديالنا عم بيتوها ليله هيدا، بسم الله نكب هذا الشيء هيدا غادي نلويها كاملة هيدا هنايا. هانتوما كتشوفوا يكون فيها شوية د العطيمة، وإن شاء الله يا ربي غدا في الصباح إلا طول ربي في العمر هاهي غادي نعملها كاملة هيدا باش ميجينيش الفيديو طويل حيت باقي المراحل ديالها. إن شاء الله يا ربي وعنبيتها هيدا مع اللي باقي اللي تما في الصباح إن شاء الله نجي نرد على العافية نوريها لكم، وملي تكون كطيب غنوريها لكم ونوريكم اللي غادي نضيف لها عواد كامل ان شاء الله يا ربي. نتمنى تعجبكم المرزيه بالطريقه ديالي. حبايبي ها هي المرزيه ديالي، دابا بقى لي غير نخشيها في النيبره ونخليها ليله كامله. وحسن هي 5 سوايع 6 سوايع واخا، ولكن زعما من احسن ليله كامله باش كتزيد تعطي البنه، وديك تجربوا هاد الطريقه وتشوفوا باش كيف كتجي غزاله. حبايبي صباح النور والياسمين، نتمنىكم تكونوا مزيانين ان شاء الله يا ربي. ها هي المرزيه ديالنا، شوفوا انا خرجتها من النيبره بلا باقي ما عملت لها حتى حاجه، شوفوا تبارك الله كيفاش هي. دابا غادي نكب عليها ان شاء الله يا ربي هاد البصيله غير صغيره ماشي كبيره، وزيت حكيتها شويه باش ما نخليهاش غليطه بزاف. ها هي وغنزيد عليها واحد الكويس ديال الماء، هيا نضيف لها واحد الكويس الماء وغنبقى نحركها هيدا شويه بشويه. العافيه مهيله بزاف وغنخليها طيب على خاطرها، ملي تعمل لي نص طياب عاد غنضيف لها الزبيب، وديك الساعه نوريه لكم ان شاء الله يا ربي. وهانتوما ماشيين معايا خطوه بخطوه حتى تشوفوا المرزيه ديالي كيف هي وكيف كتجي، وباقي غنضيف لها حاجه اخرى باش تشوفوها كتجي كتحمق، ونتمنىكم تجربوا الطريقه وتعودوا لي عليها ان شاء الله يا ربي. انا حبايبي المرزيه ديالي حنيت لها مره مره العافيه،
قليله بزاف. ها هي كيف هي كطيب، شطيب لي على خطره. عندي واحد 150 غرام ديال الزبيب، الزبيب عملوه بيض ولا عملوه هذا، كل واحد يعمل على ذوقه وما كاين حتى شي مشكل. كيقولوا الاغلبيه كيمشي هذا زعما كيحل شويه. هيدا غسلته خليته يشيخ في الماء سخيخنين حتى النص طياب، عاد كنسيبو له كل واحد يعمل اللي بغيت. عندي معدله بهيدا وعندي معدله باخر، كيجيو بنانين كاملين بهم، ما فيهم حتى شي فرق، ما كنظنش شي فرق، ولكن الله اعلم وكل واحد وذوقه. وانا قلت لكم دبصله، البصله الا كنتو عتاكلوها اليوم، البصله الا كنتو عتخليوها شحروها مزيان وخبعوها بلا مرقه. ايوا نتمنى يا ربي تعجبكم الوصفه ديالي والكونسيخوز ديالي، النصائح ديالي، وباقي ان شاء الله نعدلو نكملوا عليها وتشوفوها ان شاء الله. حبايبي ها المروزيه ديالي الحمد البقري، ها هي فين هي، شوفوا كيف النية طابت، باقي خصها غير واحد شويه. ودابا غادي نضيف عليها هذا الزبيب هذا اللي عملت، هيدا شوفوا كاس د الماء حيت كنعملوها مهيله بزاف كتطلق الماء ديالها. شوفوا هنايا دابا خصها اللعبه ديالها هنايا، خصها تعلق بزاف مع هذا الزبيب كاع ما يبان، الا بغى ما يبانش ما يبانش، خصو يطيب معاها مزيان باش كتجي التعليكه. وهنايا عندي مغرفه ديال اللوز مطحون، ها هو خضر ماشي هذا مغرفه غنعمل، ها هي هذه اللي بغاها، هذه كتقل المرقه وكتعطيها واحد البنه ما عندي ما نقول لكم فيها. انا دابا ان شاء الله يا ربي غنخليها واحد نص ساعه باقا تزيد الطيب ان شاء الله، تزيد تشرب شويه، ديك الساعه عاد غنعلي لها العافيه باش كتشحر مزيان وتعلق المرقه ديالها، وديك الساعه قيسوها كتجي كتحمق. واللوز عندي ها هو عاد مقليه ان شاء الله، عندي واحد 150 غرام اللوز، ماشي بالعبار، على حسب كل واحد يعمل، عمل عيح فينا بيدك هيدا وعملها، على حسب التزيين وصافي، ما عنده زعما حتى علاقة في الطياب شي حاجة، من غير نحمروه ونزينو به من فوق صافي. ونتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وملي تبدا تعلق نوريها لكم كيف كتجي مع الكوتشرة ديال اللوز مطحون، كيتقل المرقة ومع الزبيب غيطيب مزيان وغيهرى حتى هو وغيزيد يتقل المرقه، ونوريه لكم في الاخر تشوفوا ان شاء الله كيجي كيحمق. ها المروزيه ديالي، نتمنى يا ربي تعجبكم هالطريقه، شوفوها كيف هي. وعاد هذا العام البقري ماشي الغنمي، ها انتم كتشوفوا عملت لها جوج مغرفات العسل قبل ما بيتهم فيها مرقده، ودابا عاد كنزيدها مغرفات اخرين، ها هي جويجه تخريج. هادشي على حسب العسل، على حسب بغيتي تعملو حلو بزاف، بغيتي تعملو حلو، كل واحد ما نقدرش نقول لكم، كل واحد يعمل على حسب. انا عندي اربعه د المغرفات العسل فيها، شوف الصلصه ديالها كيف كتجي مثقله ومزيانه، وهذه اللي غناكلوها دابا بالحق. اذا كنتو غادي تخبعوها خصكم تحنيو البوطه بزاف وتخليوها تتشرب المرقه كامله، تبقى غير الزيت فيها، هذيك اللي كتخبع، وبلا زبيب، انا قلت لكم بلا زبيب بلا بصل. والا كنتو غتاكلوها دابا واخا الزبيب والبصل واللوز ديالها اللي غنزوقو بها كلشي ديالها، ولكن ضروري خاصها تبقى لنا شويه د المريقه باش نغمسو فيها. ودابا ان شاء الله انا كملتها، غادي نعمل غنعملها في الطبسيل ونديكورها الله ونوريها لكم ان شاء الله، والبنه ما نعاودكمش عليها، جربوها باش تعرفوها. ها هي شوفوا بالحيمه ديال البقري، ها هي شوفوا كيف نايا، شوفوا كيف نايا، بسم الله ما شاء الله كتحمق. والصلصيطه ديالها ها هي كيف نايا، عاود الزبيب هذا كيتسرخ وكيتعلق معاها بالحق، شي مرات كيدوب كامل وشي مرات ما كيدوبش كامل، والحق تجي غزاله مع هذه. وهذه مع السفه انا غنوريها لكم، كنكب شويه السفه هنايا اللي كيبغي، ماشي ضروري اللي كيبغي، كنعمل شويه د السفه هيدا اللي بغى. انا غير كنقترح عليكم الحاجات اللي قدرتو تعملوهم واللي بغيتو تعملوهم واللي على جات على خاطركم. ها هي كنعملو لها هكذا وتشبر المريقات هكذا وتعمل لهم شويه، ها هو الغديوي مدخن، واللي بغى يزيدوها الطايفور الحمد لله كلشي موجود،
ونتمنى يا ربي يعجبكم بهذا الشكل حتى هو. وهذه غير انا بغيت نزيدها وصافي، المروزيه هي هذه، انا غير بغيت نزيد هذه معها باش نرفق الطوسيل ديالنا مزيان. وعندي واحد الشليضه خفيفه غير الشلاضه وماطيشه والخيار، حتى هي عاد غنزلها ان شاء الله. ونتمنى تعجبكم الوصفه ديالي وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وما تنساونيش زيدوا شجعوني وشاركوا معايا وشاركوا مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم. ونتمنى على الله تعالى وسبحانه نكون عند حسن ظنكم دائما. وكنشكركم كاملين من كل قلبي، وسمحوا لي هذه الشراده ما نزلتكم شي الماكله وتعطلت شي ايامات ما نزلت حتى حاجه. انتم كتعرفوا ملي كنمشي باكاسيونيس الكولجي كلشي كيجبد، مره الضياف مره حنا مضيفين مره مسافرين. هاد الايامات الاخرانيه هذيك 10 ايام الاخرانيه سافرت بزاف وما جلستش في الدار بزاف، وعاد كان عندنا العرس ما دركتش ما دركتش نعدل الحاجات بزاف. والكل جي المسامحه. ودابا ان شاء الله نتمنى يا ربي نعملوا الوصفات ديالنا ونشاركم معاكم من كل قلبي. وكنشكركم من كل قلبي كاملين، تكونوا بالصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. وما تنساونيش جيم 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 جيم، ما تنساونيش دفعونا القدام فضل الله ديالكم ان شاء الله يا ربي تكونوا كاملين مزيانين. وشكرا على المتابعه الجدد والقدم، الله يجازيكم. ومبيسيتوني الحبايب كاملين.